السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في سفر جديد كما عودتكم دائما. السفر اليوم ان شاء الله غادي ناخذكم معايا عبر الطريق الوطني رقم 16 اللي كتربط بين القصر الصغير والفنيدق، والمسافه ديالها 34 كيلومتر حوالي 40 دقيقه من السياقه في الظروف العاديه. طريق سريع ثنائيه من جهتين ومصلوحه مزيان، السياقه عبرها ممتعه ومريحه رغم بعض المنعرجات، ولكن فيها طبيعه ساحره من جبال وغابات وبحار كتخليك تمتع بالسياقة عبرها. أتمنى يعجبكم الفيديو، واللي كيشوف فيديو أول مرة يدعمنا بالاشتراك والتشجيع، وخليوا لي شي تعليق باش تزيد تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. ولو تسافروا معايا
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.